فقد قدمها الأيسر ورغم كل التحديات التي واجهتها بسبب ذلك الفقد، لم تكره غالية الحياة ولم ترفض الزواج من أسماه المجتمع بالمعاق. فأحمد اليوم هو زوجها رغم الكرسي الذي يراه الكثيرين إعاقة، فهي لم تراه يوما إلا مصدر لسعادتها. تفاصيل قصة غالية وأحمد في التقرير التالي نتابع. رغم فقدان قدمها الأيسر ورغم كل التحديات التي واجهتها بسبب ذلك الفقدان، لم تكره غالي الحياة ولم ترفض الزواج مما سماه المجتمع بالمعاق. فأحمد اليوم هو زوجها رغم الكرسي الذي يراه الكثيرون إعاقة، فهي لم تراه يوماً إلا مصدراً لسعادتها. اسمي غالية دغمش، عمري 23 سنة. حالياً ما بعمل شيء بحياتي، كنت بدرس وعملت ستوب لدراستي لأنه تزوجت من شي شهرين تقريباً. فقدت رجلي بعمر 6 سنوات في طريقي وأنا رايحة للمدرسة، كان أول يوم بالمدرسة ودعستني شاحنة وفقدت رجلي. طبعاً بسبب إهمال طبي خسرت رجلي كاملة. هو كان البتر مبدئياً من عند الركبة، بس بسبب الإهمال الطبي زاد لآخر الفخذ يعني كامل. بلشت علاجي في أمريكا لأنه ما كان في تأهيل هون في الأردن، كان لسه مش كتير موجود. فطلعت على أمريكا، أخذني والدي على أمريكا وتعالجت هناك، فصلت أطرافي هناك، ضليت تقريباً لمدة 7 سنين أفصل أطرافي بأمريكا. غالية تلك الفتاة التي قالت بأعلى صوتها أريد الزواج بأحمد، فهي ترى سعادتها في عيونه. أحمد عرفني بإيفنت في الجامعة الأردنية، أنا ما كنت أعرفه. هو عمل كذا معرض عنا في الجامعة الأردنية بس أنا ما كنت أحضر. معارض رسم، هو فنان تشكيلي ورسام، بس أنا صدقاً ما كنت أحضر، يمكن لأنه دراستي كانت ماخذتني شوي فما كنت أتابع العمادي دائماً. هو عرفني وتوصل لأهلي، توصل لوالدي وحكى معه وأجانا على البيت، شفنا وقعدنا معه وتعرفنا عليه، تعرفنا على عائلته. وبس بعد الاستخارة والتفكير وكذا صار نصيب ونحن هلأ متزوجين لنا شهرين وتقريباً 20 يوم. قعدت مع أحمد، شفت أحمد كيف يفكر وقرأت عيونه. سيبك من الحكي، قرأت عيونه، شفت بعيونه إشي وشفت حالي معه بيوم من الأيام، شفت حالي مع هذا الإنسان. وبدك الصراحة اللي شفته أنا لما قعدت مع أحمد أول مرة الآن أنا عم بعيشه. ما يعني أحمد ما خيب بظني، أحمد كان قد الثقة، الحمد لله رب العالمين. بدي أحكي لك القادم أجمل، إنه كتير مرتبين لأشياء حلوة مع بعض، كتير رح نعمل أشياء حلوة، وبتمنى أنا أكون بالنسبة إله زي ما هو بالنسبة إلي. عن جد هو بالنسبة إلي سند أحمد، طبعاً بعد رب العالمين وبعد أهلي أحمد بالنسبة لي سند، وأتمنى أنا الله يعيني وأكون سند لي. أحمد الذي واجه المجتمع بعقل يفكر وقلب ينبض بصدق، داعياً الجميع بعدم الحكم من خلال ذلك الكرسي، فالكرسي يحكي قصة إنسان لا قصة معاق. بشكل عام مهما كانت نظرتك لذوي إعاقة، إذا كان شخص قوي ما بتم هاي النظرة ولا بتم شو ما كانت. أنا دائماً كنت النظرة اللي بنظرون لي إليها الناس بنظروها إلي كنت تزيدني قوة، وأحكي لنفسي لو لي إنسان مش مهم الناس ما بتطلع علي. أنا ما بسميها ذو إعاقة على فكرة، بسميها ذو همم عالية. أنا هيك بسمي من ذو الإعاقة عالية، هاي أنا بسمي من ذو الإعاقة، ما عمري سميتهم ذو إعاقة، بحب أسميهم بالمسمى هذا. ثاني إشي حاب أحكي شغلي، إنه كل بداية صعبة ولكن حاول مع نفسك وافشل مرة ومرتين وثلاثة، ولكن تأكد تماماً أنك راح تنجح لأنه الفشل نهايته بتكون نجاح. غالية وأحمد قصة حب تخلت عن قيود الأعراف والتقاليد التي ترفض الاعتراف بأن الشخص المعاق هو معاق الفكر للجسد. هلأ نحن المجتمع هذا ما بيكتفي أنه ينظر للإنسان أنه من شخص من ذوي الإعاقة بس، لا بفصل الإعاقة كمان درجات، عرفتي؟ يعني هذا مقعد، هذا مثلاً عنده طرف، هذا ما بيسمع، هذا ما بيشوف،
عندهم الترتيب تدريجي. يعني مثلا انا عندي طرف صناعي، وضعي بنظر المجتمع احسن من وضع احمد، فكيف انا اخذ احمد؟ كيف انا اوافع احمد؟ عرفتي؟ هيك احنا كمان مجتمعنا بفصل، كمان ما بيرحم، لا بفصل اكثر. يعني اذا كان في نتفه امل او في بصيص امل عند شخص بيشطبوا. تدرس غالية العلاج بالاطراف، ايمانا منها بان فقدان الطرف الايسر من اقدامها لم يقف عائقا امامها، بل جعل منها مصدر امل لاشخاص اخرين. مش بالسهوله وصلت لهاي المرحله اللي انا اقعد فيها هيك قدامك واحكي قدام كاميرا واحكي لك عن حالي، مش بهاي السهوله، لا كثير كنت ضعيفه وكثير كنت اخجل من الناس. وين في ناس الف وجهي واروح، وين في حدا ما ارضى اقعد، خلاص ابعد. ليش؟ خوفا من اي تعليق، خوفا من اي انتقاد، خوفا من اي نظره، النظره هاي اللي يا حرام شفتيها، كثير كنت اكرهها، كثير كانت تتاثر فيها. بس على قد ما وقعت، على قد ما انكسرت، على قد ما انجرحت من عالم كثير بغض النظر قريب او بعيد، على قد ما انا هلا اكاد احكي لك انه انا قويه كثير. ما بعرف، احس رب العالمين ببعث لي ناس، بيبعثوا لي مسجات، بيطرحوا لي مشاكلهم. انت كنتي سبب بنجاح فلانه، انت كنتي سبب انه نحن وقفنا على رجلينا، شفناكي مثلا، تابعناكي، ومن وقتها حياتنا تغيرت، صرنا مثلا كل ما بدنا نضعف نطلع عليك نشوفك. هذا الشيء ما بتتصوري قديش على قد ما بكون ضعيفه على قد ما بيقويني. تعشق الحياه وتعشق الوان الحدائق لأنها تمثل لها جزءاً من الروح الخالية من الكراهية والتشاؤم. لم تتخلى يوماً عن أحمد، ولم تقبل وصفه بالمعاق، لأن الحب أحياناً قد يصنع المعجزات. رغم طول الطريق، ولكن تقتصر المسافة عند أول بصيص أمل. أراه من نافذة صغيرة، أو من قرب باب أرى به عالمي، حتى ولو كان بعيد، ولكني سأبقى باستمرار وأنشد للبقاء. يعني تقرير رائع جدا حول غالية وأحمد، صراحة أنا بعتبرها قصة نجاح. يعني دائما بحكي إن الواحد إذا عنده إعاقة ما يوقف حياته على هاي الإعاقة، ويضل يطلع على الناس اللي حواليه، دائما في نظرة بتكون من المجتمع نظرة سلبية عند البعض، طبعا ما بدي أعمم، لكن دائما يكون الواحد عنده مصدر قوة وإرادة، ولما يشوف هيك قصص نجاح وياخذها نموذج لحتى يتقوى فيها، ويحاول انه يكون هو كمان يعني نموذج آخر. نشكر زميلتنا آية على التقرير الرائع، وهلأ حنروح لفقرة الأزياء نتحدث فيها عن تنسيق ألوان الملابس مع المصمم الأزياء عبد الله صالح، لكن بعد الفاصلة.